زي ما شفنا مع بعض في التقرير، الحملة كانت منظمة بشكل محترف وكان فيها ممثلين للمجتمع المدني وأطقم طبية بتتابع عملية التبرع بالدم، وكمان كانت بتعمل تحاليل اللازمة للمتبرعين عشان تتأكد من سلامة الدم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون مدحت عبد المجيد، أحد الشباب القائمين على الحملة. صباح الخير عليك يا مدحت. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ جمانة. صباح الخير يا أستاذ منة. سعيد جدا انا معاكم ان شاء الله النهارده. اهلا وسهلا بيك. فكره هايله بداتوها من 10 سنين، قول لي بقى حلمكم كان 1000 كيس، انتوا وصلتوا ما شاء الله لرقم اكبر بكتير وفي 12 ساعه بس. هو احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل لل 1000 ل 1250 كيس، احنا كان كل حلمنا 1000 كيس. والحمد لله اشتغلنا على كده من فتره حوالي شهر على الدعايه عن طريق الانترنت ومخابرات السوق في الشوارع. وتواصلنا مع ان احنا تبرأ اللي هم استفادوا قبل كده من الدم، زائد اللي احنا تواصلنا مع الجمعيات الخيريه الناس اللي استفادت قبل كده من الدم برضه واللي اتبرعوا، فقدرنا نجمع عدد كبيره فتواصلنا معاهم. و كل واحد فيهم حكى فينا مثلا على فيديو كده اقل من دقيقه عن تجربته معانا، وهل احنا كنا صادقين فعلا اللي هم خدوا بنات دم وصرفوا دم بدون المتبرعين من عدمه. فالحمد لله كله شكر في الحملات السابقه وقالوا ان هم كلهم خدوا دم من غير اي متبرعين، فده كان صدق جيد للي احنا ان شاء الله نحقق رقم كبير السنه دي. هي طيب استاذ مدحت، طبعا بعد التحقيق لو تقول لنا عدد المتطوعين للتنظيم كان كام؟ يعني 1200 كيس كتير برضو، محتاجه اكيد متطوعين كتير. لا الحمد لله، الحمد لله احنا تجاوزنا ال 100 متطوع. هايل. من شباب وسيدات وانسات. هايل. طيب قرية الصنافين انها تقدر تجمع هذا العدد من اكياس الدم، قولي بقى انتوا تعاملتم ازاي؟ هل كان الموضوع مركزي يعني كان قائم على الناس اللي موجوده في القريه، ولا كل واحد بقى جاب اصحابه وقرايبه والناس اللي حواليه؟ احنا الخير عندنا في مصر بيحب اللمه. لا الحمد لله، وكان اغلبنا من القريه. واقول لحضرتك بس معلومه، لو كان كل اللي حابين يتبرعوا اتبرعوا كنا عدينا 2500 كيلو، بس في موانع طبيه منعتهم من التبرع، لان كل متبرع كان بيجوا عليه اختبارات الانيميا، الضغط، هل اجرى عمليات قبل كده، هل راح لدكتور سنان، اجرى اي عمليات. فللاسف الشديد لقينا في اعداد منهم عندهم الاسباب دي، فلو ما كانتش الاسباب دي موجوده كنا عدينا ال 2500 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. كنا بمثابه فرح او عيد قومي عندنا في القريه. اكيد. طيب مدحت تقول لنا بقى بتتعاملوا ازاي مع الاكياس اللي بيتم التبرع بيها؟ هو فور التبرع بيتم الطبي المتواجد من بنوك الدم، اللي هم بياخدوا الكيس بيتحط في ايس بويت، وما بيعدي عدد معين عندهم بتاخد العربات المجهزه بتروح على بنك الدم مباشره، يعني ما بتنتظرش لاخر الحمله. كل ما بيجمع 50 كيس بياخدوا على طول على بنك الدم. أكيد. طب أنا عايز أعرف بقى، يعني الحملة ما شاء الله بقى لها 10 سنين، لكن أنا عايز أعرف بقى الحملة اسمها أهل الصنافين، ولا الحملة أنتوا عاملين لها اسم كده دعائي وعاملين لها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث إن احنا الناس تبقى عارفة تتابع التفاصيل والتطورات اللي بتحصل في الحملة كل سنة؟ احنا كنا مسمينها حملة الخير أهل الصنافين. مش سامعاك كويس، معلش يا مدحت. حملة الخير لأهل الصنافين. أيوه. واللي خلى العدد ده كله يجي أو العدد تتزايد اللي ما كانتش منحصرة على جمعية معينة. كل الجمعيات عندها انفراد ذات، فقلنا يا جماعة مش هنذكر اسم جمعية معانا وكلنا هنقول باسم الصنافين. فالحمد لله كله خرج عشان اسم الصنافين. هايل. هايل. طيب مدحت، يعني معنى كده بقى إنه لو أي حد من أهل القرية خلال السنة لو احتاج دم في اي حاله طوارئ بيبقى متوفر حتى لو فصائل نادره خلال يا فندم 24 ساعه، اي حد من اهاليها بيتصل بياخد دون بيتم الذهاب الى بنك الدم حتى لو الفصيله نادره، اللي حسب الاتفاق المجرد بيننا وبين بنك الدم اللي هم اوفوا معانا طول ال 10 سنين الماضيه. اي فصيله بيوجدوها لنا حتى لو مش موجوده عندهم في بنك دم مثلا بنها، هم بيقدروا يوجدوها لنا في مكان تاني دون اي متبرعين. ما شاء الله. هايل. طبعا بنشكرك جزيل الشكر مدحت عبد المجيد، احد الشباب المنظمين لحمله التبرع بالدم. نشكرك. ويعني بس حاجه اخيره، بس حاجه اخيره لحضرتك. اتفضل.
انا كان النبادي الملفت جدا في حملتنا السيدات والانسات، كان نسبه مشاركه كبيره جدا 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 من السيدات والانسات. شايفه الجدعنه بقى، شايفه الجدعنه، دي حاجه تفرحنا جدا. واحنا دايما بنقول الحقيقه الجدعنه في المصريين، رجاله مصر بقى، ستات مصر، بنات مصر، شباب مصر، معروف احنا معروفين بالجدعنه ومعدننا حقيقي، وبيبان الحقيقه في وقت دايما الخير او في وقت الوقت الصعب دايما بيبان معدننا. بشكرك جزيل الشكر طبعا مدحت عبد المجيد، ويعني جزاك الله كل خير انت وكل القائمين الحقيقه على هذه الحمله.